عايز اتكلم مع حضرتك في البدايه على يعني كتابتك لعمل بيستهدف الاطفال، موضوع السوشيال ميديا، جايب فيه عدد من النجوم وكل نجم مسجل صوته، وفي الاخر عملت نوع من انواع الدمج ما بينهم في شكل مسرحي لغايه دلوقتي عايز اتخيله. فهمني القصه عامله ازاي. يعني الحمد لله طبعا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. انا بكتب الاطفال تقريبا من اكتر من 22 سنه، وعملت مسرحيات على المسرح القومي للاطفال، لكن بشرف ان دي المره الاولى على مسرح القاهره العرائس، المسرح الشهير اللي تم تنفيذ عليه الليله الكبيره وريت الليله الكبيره طبعا لصلاح جاهين. فحاجه يعني بالنسبه لي خيال ان انا اكون موجود عليه، وحلم ان انا اكون موجود على مسرح القاهره العرائس. فكتبت مسرحيه ذات والرداء الاحمر، بستلهم فيها التراث العالمي اللي دايما مقرب لينا كلنا، كلنا بنسمع من جداتنا وامهاتنا حواديت، وكلها تقريبا الحواديت العالميه. فذات الرداء الاحمر بتاعت زمان اللي بتبقى عنيده وما بتسمعش كلام الام، فطبعا ده فكره حوار الاجيال دايما مع بعض، الاطفال بيحسوا ان هم كبروا وان احنا خلاص بقينا فاهمين ونقدر نعمل كل حاجه لوحدنا ومش محتاجين نصايح من حد، والامهات والاباء بيبقوا دايما خايفين على اطفالهم. فانا حبيت اخد التيمه دي اللي هي حطيت الواو، بس الواو طبعا فرق كتير، يعني قد ايه واو، طبعا الواو في اللغه طبعا بتفرق كتير وليها مواضع كتير، لكن كمان هنا في المسرحيه فرق كتير جدا، لان البطله بتاعتنا اصبحت اسمها ذات، وبترتدي فستان احمر تطلع بيه على التيك توك فتصبح مشهوره. وده الفكره بقى في الحداثه، ان احنا بنناقش، مستحيل نناقش فكره قديمه في الجيل النهارده اللي بيتعامل مع السوشيال ميديا والتطور التكنولوجي ده، ونبقى بنناقشها بنفس التقنيات القديمه او الاحداث القديمه.